هاليلويا. ارفع كتابك المقدس قول معي: هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير بكل تأكيد، أحقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك رب لأجل مراحمك، أشكرك رب لأجل عملك، أشكرك رب لأجل قوة حضورك اليوم التي تشفي تحرر وتخلص. أشكرك رب لأجل روحك القدوس ليهيمن كليا على هذا المكان. سيدي أنت هو الله ونحن شعبك وغنم مرعاك، لا يوجد إله سواك رب في السماء وعلى الأرض، وتنحني لك كل ركبة ويعترف بك كل لسان. أنت ترتفع وحدك في وسطنا سيدي، أنت هو إلهنا جميعا وننحني أمامك جميعا سيدي. أشكرك رب اليوم لأنه كل خبايا قلوبنا تنكشف، اكشف عن كل ما في داخلنا سيدي من أمور لا ترضيك، من أمور غير جيدة أو عراقيل تقف أمام كلمتك يا قدوس اليوم بحياتنا. مجدا لك يا رب اليوم من كل وعدك، حط إيدك على قلبك قل له: سيدي اليوم أعطني قلبا جديدا، اخلق فيا قلبا جديدا، روح جديد جدد في داخلي، رد لي اليوم فرح الخلاص سيدي، وأرسل روحك اليوم فينعشني. مبارك اسمك. صلي رب لا أحد يخرج كما دخل، لكن يخرج مشفي محرر ومخلص. وصلي سيدي اليوم بأنك أنت وحدك تزيد، كل واحد فينا ينقص، أنت ترتفع ونحن جميعا ننخفض. كل شعب الله يقول أمين ثم آمين ثم آمين. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هاليلويا، مجدا ليسوع. روح معي إلى رسالة روما، ومن جديد بدي شجعك تتذكر معي بأنه ما زلنا نتحدث عن النعمة اللي هي قوة الله من أجل أن تجعلنا نصنع ما هو حق في عيني الرب. قوة الله لتجعلنا نصنع ما هو حق في عيني الرب. ومشان هيك يا أحبة، من أجل أنه أنا وأنت ندرك ما هو حق علينا، أنه نعرف شو كلمة الله. كلمة الله هي فكر الله، والصراع اللي بحياة كل واحد فينا بديك تعرف بأنه ليس صراع إبليسي بين هلالين، إنما لأنه هذه الحروب الخارجية المتعرض لها بعض القصص، لأن احنا مش مثل ما بيقولوا مش مسؤولين عن القصص كلياتها اللي بتصير من العوامل الخارجية، لكن معظم الفخاخ اللي أنا وياك بنسقط فيها هي بسبب أعمال الجسد، هي بسبب أعمال الجسد. ومشان هيك الشيطان يدرك جيدا بأنه عم بيلعبنا، إذا بدك لعبة الأرواح الشريرة هي اللي تطلق على الناس، ومن أجل أنه تخلي الناس دائما مقيدة، تخلي الناس دائما تحت سيطرة عالم الظلمة وما تقدر تحقق ولا شيء من أجل تقدم الملكوت. طيب قلت هيك، ولأني قلت هيك بدي أشرح لك شوي. جاهزين معي؟ حدا بده يفهم شيء اليوم؟ نعم؟ إذا هون قول هاليلويا، إذا أنت هون شف لي اللي حدك هو هون ولا بصحن كنافة أو بالفروج، هزلي إيه واعي قل له إجا الأوتوكار يلا قوم. هلأ سيقابت أنتو، بلشت المدارس وبلشنا أوتوكار وعي بكير. كيف المدرسة؟ تمام. أوه شركة، بتلاقي تلاميذ فاتوا بحالة يأس وأحباط وكآبة، بلشوا ياخدوا أنتي ديبرس، كل أيتهم بلشوا يتعاطوا. شوف شكل الأولاد، شكل الأولاد كيف صار، سبحان الله المدارس شو بتعمل بالناس. سبحان الله. بدي أشكر الله طبعا على المدارس، لكن أنا وأنت حابين أنه نفوت ستة على المدرسة خلص خرست، ونكون مع بعض عم نحكي بعض القصص اللي داخلي بالعالم الروحي. ولما بدي أحكي هدول القصص الروحيات رح حاول قد ما فيه بسطة، لأنه الموضوع شوي فيه بده تركز معي بقى نجي أنا وأنت نفكر فيها مزبوط. العالم الروحي هو كناية عن مملكة الله. أوكي، أنا عم حاول خبرك قصة شوي بسيطة بس بديك تركز معي. العالم الروحي كناية عن مملكة الله، وهذه المملكة صار فيها أزمة، أو ما بدي أقول صار فيها أزمة، الله قد بالبداية لما بدي أحكي لاهوت، هلا عم بحكي لاهوت منيح،
لاهوت شو يعني لاهوت؟ لما قلت لها لستة بتدرس لاهوت قالت لي بك تدرس يهود يا تيتا؟ قلت لها لاهوت لاهوت لا. لاهوت معناتها علم الله. قول معي لاهوت يعني علم الله. عشان هيك ثيولوجي بالانجليزي بقول ثيولوجي يعني علم، ثيو يعني الله، ثيولوجي علم الله. اوكي، لما انا عم بدرس علم الله او فكر اللي عندي مقارنه بالابعاد الروحيه، عم بحكي كلام كبير بقى ركزوا معي، بدرك جيدا بان الانسان معمول معي مركزين، خليكم مركزين بليز، الانسان معمول بشكل انه يدرك الابعاد الروحيه معي. واحده من برهان، اسمعني كثير منيح، لانه الناس اللي الفلاسفه بالعالم اللي هي الفلسفه شيء جميل على فكره، هي فلسفه محاوله ان تضع بكلمات الامور الغير قابله للفهم، هذا عن الفلسفه منيح. بس اذا انا بدي اقعد افسر لك شوي صغيره، واحده من براهين وجود العالم الروحي هو ادراكي لوجود العالم الروحي معي؟ يعني بمعنى من المعاني، ما في أي إنسان حتى بما فيه الملحد إلا ما يدرك ضمنا في داخله بأنه ما بتخلص لما بتخلص. أم سمعني؟ ما في أي واحد منا بيفتكر أنه هو شجرة. قلوا حدك أنت مش شجرة ولا حصان، حتى لما أقول الواحد قلوا أنت مش شجرة ولا حصان ولا تور ولا جحش ولا بقرة ولا قالوا أنت مش هيك، قالوا أنت إنسان. هلأ عادة ما تعرف الـ 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 الله قد خلق الخليقة كلياتها وأعطاني أن أتسلط على الخليقة أنا كآدم، عم نحكي كبشر معي، وبتسلط. بس ركزوا معي لأن عم حاول وصلك لمحل، مش عم خبرك دول الأخبار بس تزيد معلوماتك، بس عم حاول أقول لك شو القصة كلياتها، لأنه نهار اللي أنا وياك بنفهم هذه القصة مزبوط رح نعرف. كل مرة أنا بالحقيقة عم بعمل عكس هذه القصة، بالحقيقة أنا عم بمنع تقدم ملكوت الله بشكل من الأشكال، لأنه الموضوع بيتوقف عليك، بيتوقف على أعمال الجسد، وهذا اللي أنا وياك اليوم بدنا أنه نكون عم نحكي فيه بالعمق منيح. وإذا الله خلق كل الخليقة ووضع كل المخلوقات على هذه الخليقة، وضعها بأنه عندها هذه المخلوقات على فكرة قد ما هي بتتحاول، يعني الناس بيقول لك واو ليك هذا الكلب بيفهم علي، هذه البسينة لك شو مهضومة بيقول لها تعب تيجي بتتدرب، لكن هدول بيشتغلوا، هذه الخليقة كلها بتشتغل بالغريزة معي، ما بتشتغل يعني خلينا نقول بالأرواح، لأنه فيها الحياة اللي فيها هذه الخليقة بشكل من الأشكال هي حياة معطاة لخدمة البشر، ومشان هيك محلل لكل البشر بشكل من الأشكال. الرب لما خلق خليقة قال لك أنت سمي الحيوانات، أنت قوم، حتى لبطرس لما نزل له كل الدواب على شرشف قدامه ليك شو قال له؟ قم اذبح وكل. وبتعرف بمعنى أنت كل شيء فيك بالحقيقة تذبح وتأكل بشكل من الأشكال. والناس أوقات بتفكر يعني كل شيء بيتحرك بيتاكل، هلا بالصين فهموها كثير منيح هذه الخبرية، بالصين كل شيء بياكلوه، كل شيء بيتحرك بالأرض بياكلوه ما عدا السيارة والطيارة والبسكليت والهدول، بس كل شيء تاني بيتحرك بياكلوه، كل شيء كل شيء كل شيء. أنا ما بتصدق شو ممكن، إنه شو بتفكر إنه مثلا بقلي لك شوية نمل، بطفي لك شوية سراسير بحامض وملح مثلا، بحامض وزيت بطفي لك يهون مع، بقلي لك يهون مع كزبرة، سراسير وكزبرة كيف نوع، وكل شيء كل شيء فكروا فيها شو ما بيخطر على بالك ممكن انه يأكلوا. انما الفكر بالنسبة لي ليس ما يدخل الانسان ينجس الانسان، انما ما يخرج من الانسان هو الذي ينجس الانسان. وإجا الله قال أنا المشروع تبع الله هو بأن يتقدم بالملكوت، ومشان هيك ملكوت الله كناية عن خليقة. هلأ نحن قبل آدم ما منعرف شو كان فيه بالحقيقة، فينا نكون عنا تخيلات وتصورات، وفي بعلم اللاهوت بيقلك أنه لربما، وأنا ميل لهذا الفكر أنه مش رح فوت فيه هلأ لما بخلص، لربما كان في خليقة قبل آدم، وأنا بعتقد أنه هيك. إنما هذه الخليقة شو ما كانت تكون انتهت بوجود آدم، وأجا بقول كتاب مقدس بلش
الخليقة بأنه الله يجدد وجه الأرض. لاحظ الله ما خلق الأرض بتكوين، الله جدد وجه الأرض بتكوين، بمعنى الأرض كانت موجودة أصلا معي. وبتلاقي هذه الألاف السنين اللي قطعت أو ملايين السنين اللي قطعت على الأرض، أنا ما بعرف شو كان عم بصير، بس لربما كان في قصص تانية موجودة على الأرض وانتهت الخليقة القبل. ودخلنا إلى عصر الله عم بيقول الله يريد أن يوسع مملكته معي. وإذا الله يريد أن يوسع مملكته قرر أنه يخلق ناس بتشبهه، ما قرر أنه يخلق ملائكة، لأنه الملائكة عندها شانس أنه تتمرد عليه أو عندها فرصة أنه تتمرد عليه مرة واحدة، لأنه الملاك يا بطيع يا بتمرد، ما بقى في مجال للتوبة. ليش الملاك ما بقى في مجال للتوبة؟ لأنه الملاك ما عنده سبب أصلا يتمرد، هذا رقم واحد. ها في ناس بيقولوا ليش إبليس ما بيقدر يتوب؟ رح لك لسببين. إبليس ما بيقدر يتوب لأنه هو الأصل التمرد، يعني ما حدا إجا أغوي لإبليس، هو غوي حاله. أم سمعني؟ هذا واحد. اثنين، لأنه عاين مجد الله بكل ملئه ومتب، بقى ما في شيء بعد تاني ممكن يفرجيه الله يخليه يتوب. أم سمعني؟ يعني ما بقى في شيء أعظم من أنه كان بمحضر الرب وتمرد، بقى شو ممكن بعد أنه يصير أكثر من هيك؟ حدا عم تسمع علي؟ وعلى هذا الأساس الملائكة سقطت مع الشيطان، كان الهدف طبعا هي انه صناعة مثل حملة ضد الله بشكل من الاشكال، انما كان فكر الله انه طيب هلا انا بخلق صنف جديد اللي هو بيشبهني، وحتى يكون بيشبهني يعني لازم يكون خالق مثلي، لحتى يكون بيشبهني لازم يكون عنده فكر، عنده احساس، تبهت كيف؟ عنده عنده إرادة، عنده بيشبهني بكلمة الكلمة، عنده قرار هو بياخده، هو حر، عنده حرية. عم سمعني؟ ونهار اللي الله قد قرر هذا القرار بحد ذاته هذا القرار خطير. حدا عم سمع علي اليوم؟ لأنه الهدف تذكر بأنه أن أوسع المملكة. اسمعني، الله مش عايز آدم، ما عم تسمعوني، بس فكر فيها شوي صغيرة. ليش نحن نعتقد المؤمنين المسيحيين، ليش نحن نعتقد بأن الله ثالوث؟ لأنه الله محبة، واحدة من القصص. هلا طبعا كل اللي حكى عنه في الكتاب المقدس عن طبع الله وشخص الله وكل الإظهارات اللي ظهرت في الكتاب المقدس عن من هو الله بكل الكتاب المقدس يظهر بأنه بالحقيقة الكتاب المقدس بيعلم بأنه الله مثلث الأقانيم، هو ثلاث أشخاص معي دائما في الكتاب المقدس، يعني في آيات كثيرة، ما عم نحكي آية أو اثنين أو ثلاثة على سبيل المثال للحصر، إنما طبعا في كثير آيات، إنما واحد من الآيات اللي بتحكي طبعا عن الثالوثي، واحدة بمزمور 110 اللي بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعدائك موطئ القدم، قال الرب لربي، أو الآية اللي بتقول عرشك يا الله، طبعا مزمور 45، عرشك يا الله عال وصولجان ملكك عظيم، قال أحببت البر أبغضت الإثم لذلك مسحك الله إلهك، العرش الله ومسحك الله، الله مسح الله. وبتعرف لما أنا بفكر بالثالوث الأقدس عم فكر بأنه مستحيل، فكر شوي معي، الله يكون محبة وهو شخص واحد، لأنه الفكر تبع المحبة بالشرح تبع المحبة، لما الله علمني شو هي المحبة بكورنثوس 13 علمني بأنه المحبة محتاجة لأبجكت، محتاجة لحدا، محتاجة ما لا تبرهن المحبة من دون ما يكون في شو بيقولوا بالعربي طرف تقدر تبرهن هذه المحبة. ما فيك تكون محبة بتلقاء ذاتك، ما بتقدر، أنا محبة بس ما اسمعني، رح تكون كتير محبة أنت وعيش لحالك. حدا عم سمع علي اليوم؟ رح تكون كتير محبة أنت وعيش لحالك، النهار اللي بيكون في حدا معك رح بيبين قديش أنت محبة، يعني رح تصير حبة تحت لسان مش حدا عم سمع علي اليوم؟ ومشان هيك لما نحن عم نقول بأنه الله محبة، مجرد ما أنت قلت الله محبة لغيت فكرة بأنه الله شخص واحد، ما بقى فيك تقول هيك.
والله لا يستطيع أن يبرهن محبته للملائكة، لأن الملائكة بالحقيقة كانت بسميها الكتاب المقدس قال هي خلقت للخدمة. بتعرف إذا أنت عندك أو محبته للخليقة بشكل من الأشكال، الله محبة، إذن الله أكثر من شخص. هلا سام علي اليوم، لما نقول شخص عم نحكي أقنوم، لما نقول أقنوم يعني عم نحكي شخص. ومشان هيك السلوس يبرهن طبع الله. قلوا هيك لحدا، قلوا السلوس يبرهن طبع الله. لأنه أنت ما فيك تقول عن حالك أنك أنت محبة وأنت ما عندك حدا تحبه، وما عندك حدا تبرهن هذا الحب. حدا عم سمع علي اليوم؟ إذن بطبع الله، إذ الله خلق آدم وأجا قال صار آدم كواحد منا، ومشان هيك لما بتجي بتقول صار كواحد منا، قال هو مش مثل الملائكة. لأنه بتعرف لما بتقرب للأشخاص مثلا بيقلك أنه الله هو شخص واحد، بيقلك بأنه هذا هون الله عم بيقول صار واحد منا يعني مثل الملائكة. آدم مش مثل الملائكة، الله مش مثل الملائكة. إذا الله ما في يقول صار واحد منا يعني نحن وأنا والملائكة، لا هو عم بيحكي عن مين؟ ها؟ قال ونظر الله ورأنا آدم صار كواحد منا. مين منا يعني؟ مين؟ شو بكم؟ ليه ما عم تردوا خيفانين أنت؟ الثالوث. طيب، لأنه الثالوث، إذا الله عنده في كل الكتاب المقدس إظهارات عديدة، صح؟ يعني الله حكي لموسى من خلال شجرة، الله حكي لبلعام من خلال الحمار، الله بسمي حاله في العهد القديم وحيد القرن، ينطح الشعوب الروح القدس، معي؟ بسمي حاله أيضا ظهر للأنبياء كرئيس ملائكة، لدانيال ظهر كرئيس ملائكة، أسمعني؟ الله يظهر كثلاث أشخاص لموسى. إذن الله عنده عدة إظهارات. الله هو كالريح، الله بيقول عنه كالنار، الله ظهر كحمامة، ما هيك؟ عنده عدة إظهارات. إذن إظهارات الله، الله حر إنه يعبر عن ذاته بأي طريقة اللي كانت، لكن هذه الإظهارات لا تعبر عن الشخص تبعه. وإلا كان يسوع قال للناس للتلاميذ عمدوهم باسم الشجرة والوحيد القرن والحمار والنار والهيدا، لأنه هيدول كلها إيتهم أنا. لا، هيدول مش أنا، أنا مين؟ الآب والابن والروح القدس. ألو، أنتوا معي؟ طيب، إذن لما أنا عم بحكي عن شخص الله، بس بديك تركز معي لأنه أخذك على الجسد، بس بديك تشوف معي هذه الصورة. إذ الله عم بيقول أنا صنعت آدم وصار كواحد منا، يعني الغاية من صناعة آدم هو الامتداد تبع الملكوت. طيب رح أقول لك شيء هلا شوشك، بس ركز معي. ليك سؤال بالعهد القديم، قال الله نظر للناس بالحقيقة وقال عنهم كلياتهم آلهة. هلا أنت يعني إله؟ اسمعني، أنت مش الله، أنت على صورة الله. ما اسمعوني، طلب لحدا كيك قال له أنت مش الله أكيد. قال له مش مصدقني، تطلع بالمرية رح تعرف انك انت مش الله، ما هيك؟ لكن انت على صورة الله، خلق. عم سمعوني؟ طيب شو عم حاول لك؟ رح حاول لك منيح، ذكر ما يجد لك. اذ ادم سقط، لاحظ شو قال كتاب مقدس، قال كانت الحية امكر الحيوانات، بقول كتاب مقدس، وكانت قال على وجه الارض، وكانت عم تغوي حواء بأنه تأكل من ثمرة معرفة الخير والشر، مش هيك؟ وبيقول الكتاب المقدس النهار اللي أغوتها لحواء، قال فجأة صار إبليس بدل ما كان هو حي، صار شو؟ قال إله هذا العالم هو إبليس. قول مع إله هذا العالم هو إبليس. مين قال هالكلمات؟ مين قال هالكلام؟ مين قال إله هذا العالم هو إبليس؟ يسوع قال هيك. يسوع قال إله هذا العالم هو إبليس. يسوع، ما أنا، يسوع. لما يسوع قال هالكلمات، إبليس منين جاب هذه الصفة؟ طيب لحظة،
إذا أنا وياك اليوم أنا نطلع شوي أكتر بعد على بعد أكتر من هيك، رح نطلع منقول بأنه بالحقيقة سقط إبليس من السماوات وصار على الأرض. يسوع هيك قال، صار بالسماويات. هلا هو بعد ما صار على الأرض، بعد ما صار ساكن يعني كجسد على الأرض، لأنه النهار اللي رح بصير على الأرض رح يصير ما يقدر يكون بس روح، رح يضطر يأخذ جسم. أم سمعني؟ ومشان هيك هذه بنهاية الأزمنة رح تصير. إنما هلا هو الإله الهواء، سلطان الهواء، مين هو؟ إبليس. وبالحقيقة لما سقط بيقول، إذا بتقرأ معي، لما صار في صراع بين رئيس الملائكة ميخائيل وإبليس بالسماويات، لما دانيال كان عم بيصلي قال أخذ 21 يوم لقدر نزل واخترق لعند دانيال رئيس الملائكة. 21 يوم دانيال شو عم بيعمل؟ عم بيصوم وعم بيصلي. ومشان هيك اليوم أنا بدي أقول لك، صلواتك وصومك بالحقيقة تقوي الملائكة. ما تسمعوني؟ عشان كل مرة أنت عم بتصوم وعم بتصلي بالحقيقة أنت عم تقصف من تحت في جبهة من فوق، يعني عم بتحاصره للشيطان. معي؟ لأنه الله من فوق عم بيدعمك، بس بده دعم من تحت كمان. قد ما يكون في قصف جوي لازم يكون في جنود على الأرض عم تحارب. ما بعرف إذا حدا عم تسمع علي اليوم أو حدا بيفهم شيء. حدا فهم شيء لحديث هلا؟ طيب ركزوا بعد أكثر معي شوي صغيرة. إذا بتلاحظ معي بأنه لما صارت هذه القصة، بيقول الكتاب المقدس قال استقابل ميخائيل مع لوسيفر بهذاك الوقت أو مع عزرائيل، واحدة من اثنين، لاثنينيتهم قابل مع بعض. بيقول هيك بسفر يهوذا، بيقول قال واكتفى بأنه يقول له لينتهرك الرب. قال حتى ما قدر أنه يقول له أي كلام مهين أو أي كلام شيء تاني. ليه؟ بصفته لوسيفر رئيس ملائكة. ما اسمعوني يا أحبة؟ لا اسمعني. إذا دائما إذا أنا وأنت اليوم عم نتطلع بأنه كان في الله وكان في آدم، ركزوا معي شوي، الله آدم الملائكة اللي هي أرواح خادمة، لكن النهار اللي آدم قد سقط أعطى مكانته لإبليس، ومشان هيك صار عنده سلطة. إنما هلأ طالما هو صار رئيس هذا العالم أو إله هذا العالم، مين كان اصلا اذا رئيس هذا العالم او اله هذا العالم؟ مين؟ طيب لما كان ادم هو المتسلط وعطى كل شيء لابليس، كيف اصلا عطى كل شيء لابليس؟ هل ابليس اذن ليه بالاسلحه؟ قال له ارفع ايديك وليه اعطيني اللي معك، كبهم على الارض، فتي جيبك. هددوا بشو؟ بالحقيقه بالغوايه، بالاهواء والشهوات، بأنه اشتغل على طبيعة الإنسان الشيئين، على الكبرياء، على حب الحشرية، اشتغل على هيدول، على الاستفزاز، اشتغل على هيدول، على الحب الأنا، أنا اللي بقرر، اشتغل على هيدول كلياتهم الشيطان من أجل أن يسرق أهم عنصر بسبب وجود آدم على الأرض، لهو أن يملك على هذا العالم. ما عاد عم تسمع علي؟ كيف عم طلع بطيخة؟ فهمت خايفة؟ مزبوط عم بحكي أنا صح؟ حدا فهم شيء؟ طيب رح أرجع عيد لأنه ما فهمتوا شيء، برجع عيد لأنه حسسكم عم طلعوا فيه. أمين هاليلويا برافو مجدا، بس ما فهمنا شيء. راح اقول لك شو نجديد. الله خلق ادم، قول معي الله خلق ادم وكسر القالب. الله خلق ادم وكسر القالب، منيح؟ قام شو قال له لادم؟ انت شو شغلتك يا ادم؟ انا ليه عم بخلقك؟ عم بخلقك حتى لي اجعل الملكوت. قول معي الملكوت. شو يعني ملكوت؟ يعني مملكتي. طيب اذا مملكتي من خلال الارض تبدا لكن لا تنتهي بالارض. أنا لا أعتقد أنه الله لما خلق آدم كان قصده أنه بس يملكه على الأرض. أنا بعتقد بأنه الله عنده مشاريع كثيرة بعد، لأنه الله خالق، ولربما بالأبدية مش رح نقعد كل الوقت نأكل سمك ونشرب نبيد مع يسوع ونعزف على القيصارة ونرنم ونسبح. بعتقد بأنه الله عنده كثير مشاريع بعد،
ولا ربما ملكك لألك على شي كوكب. كيفني معك رميا؟ في رميا مسؤول عن كوكب، فارس مسؤول عن السعودية، نسلمك السعودية لك، فلان مسؤول. عم بحكي على أنت عم تضحكوا، بس لربما الله بمشروعه بالخليقة يكون عم بيوسع كثير بعد، لأنه الهدف شو؟ امتداد. شو يعني الملكوت؟ يعني الملك، يعني المملكة. شو بكم؟ ايه ولا لا؟ طيب فكر معي بليز يا أحبة. إذا لما خلقك على صورته ومثاله، خلقك لعدة أسباب. خلقك بالأول لتكون أنت بالحقيقة تصير كواحد منهم، لكن أيضا خلقك من أجل أنك تملك معه، وأنك تكون وريث له، وأنك أيضا تكون عم تساعده في هذا الملكوت. معي؟ إذا كل أهداف الله للبشر هي أهداف عليا. وأجا آدم قال له خذ الأرض كلها. ليك أنا وياك كيف بنفكر، وليك الخطيئة كيف بتبلش. كل الأرض لألك، كل شيء لألك، كل المخلوقات لألك، عمول سمي، عمول البدك، أنت لا هذا العالم، انموا، اكسروا، تسلطوا، املأوا الأرض، املأوا البحار، اعملوا البدكم إيه. هذه الأرض لألك، ولا نسلك من بعدك. تسلط على كل سمك البحر، تسلط على كل طيور السماء، تسلط على كل دواب عيش على هذه الأرض، عيش وهذه لألك. وتكاثر، وأنت الموت مش رح يعرفك بعد، ها؟ لكن في حال أنت قد قررت بأنك تعصيني، لأنه معرفة الخير والشر هي العصيان، هي أنك تقرر بأنه أنا بقرر مش الله اللي بقرر. النهار اللي أنت بتقرر بأنه أنت اللي بتقرر، عرف بأنه هنيك بداية السقوط. أنا اللي بقرر مش الله اللي بقرر، أنا اللي بقرر. أنا قررت إنه هاي منيحة. الله قال مش منيحة، بس أنا بقول هي منيحة. مين قال إنه مش منيحة؟ أنا بقرر إنه هاي منيحة، أنا بقرر هاي مش منيحة، أنا بشوف هيك، أنا ما بشوف هيك. ونهار اللي أنت بتبلش تشوف، نهار اللي أنت بتبلش تقرر، عرف بأنه هي بداية السقوط. نسمعوني يا أحبة، إذا بتراجع حياتك، ما بعرف قد صار لك عيش هون على الأرض، رح تكتشف بأنه كل المرات اللي أنت قررت فيها الأشياء كانت بالحقيقة عم تفوتك بالحيط. كم واحد كم بقول أنا ليش أنت طلقت؟ لأنه قررت أنه هاي مش منيحة لي. مع أنه إذا صليت شوية صغير كان مبارك ما عليه الرب عود. ليش أنت سفرت؟ لأنه شفت هيك. ليش أنت درست هيك؟ ليش أنت أنا قررت؟ أنا قلت لي أشخاص أخذت قرارات بحياتها اللي هي من دون ما أنه تعرف شو قرار الله بحياتها. أو حتى ما بدي أخذ لك على قرارات كبيرة، أخذ لك حتى على قرارات صغيرة. قرارات اللي هي فلان بتحبه، ليش ما بتحبه؟ ليش فلان بتغفره، ليش ما بتغفره؟ ليش هذيك بتتعاطى معه، ليه ما بتتعاطى معه؟ هذه القرارات بتخذها نتيجة مشاعر، نتيجة أمور بحياتك، نتيجة أفكار. لكن هل هي منسجمة مع شو الله بيقرر؟ ونهار اللي أنا وياك منبلش نقول له يا رب أنت اللي بتقرر، إذا أنا وأنت رح بلغي كل مشاعري وحول مشاعري لحتى تصير تتلائم مع قرارات الله. هذا مسمع علي اليوم؟ هذا فهم شيء؟ يعني بمعنى إجا الله قال له لآدم كل الأرض لألك، كل التفاحات لألك، كل المانجو، كل الأناناس، بدك يأكل بدك، كل الخواريف، كل العنزات، كل البقر، كل هدول لك، عمول بدك ايه؟ انما اكثر تسلط منيح، لكن مدق بالقرارات. اسمعني، وجاءت الحية لكي تغوي حواء، وبلشت الاغواء تبع حواء بانه تقول له هل حقا الله قال لك انه ما فيك تاكل من شجر الجنة؟ قال لا. الله بلش يقول لي بأنه مبلا فيك تاكل ما عدا هذه الشجرة. نسمعني، ليك أصلا كيف الطريقة اللي بيجي فيها الشيطان لحياة الإنسان؟ بيجي الشيطان لحياة الإنسان بأنه يضخم المشكلة. هي المشكلة مش هالقد كبيرة، بس عادة أنت لما بتقعد بتسليها براسك بتصير كتير كبيرة.
كان هي مش كتير تفكر فيها إنه شو القصة، إيمانا كتير قصة عظيمة، بس أنت بتقعد بوب 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 تعرف قصة المكوية، يعني نفس المكوية بتعرفوها المكوية. لما أنت طالع مين بيعرف قصة المكوية؟ معظمكم ما بيعرف قصة. مين ما بيعرف قصة المكوية؟ 99% ما بيعرف. خبركم قصة المكوية. هذا شاب، هذا صبي صغير طلبت أمه منه نزال جيب لي المكوية من عند الجيران لأنه ما أنا نكوي والمكوية تبعتنا احترقت امبارح. هذا الصبي بيتهم بالرابع جيران وهو فوقه تحت بالأرض، قال هلا اطلع يا الله لعند الجارة، هلا بتقول لي الجارة ويقلع عليكم أنت ولأهلك، روحوا جيبوا شي مكوية ولو نبروا جيبوا لكم شي مكوية. شو هالعالم أنتوا؟ هلا صار توصل على الاول صار يقول لك هلا بدها تقلي هذيك المره اعطيتكم الطنجره ورجعتوا لي اياها مخدوشه وما راح اعطيكم بقى هالمكوى، روحوا ما بدي. طلع على التالي صار يقول هلا بدها تقلي بدها تفتح لي الباب الجاره تطلع فيي هيك من فوق لتحت وتقلي مكوى لك اذا معكم ساعه اذا ما بترجعوها بدي. قاعد عم بفكر هلا بدها تقلي المكوى وبتقلي المكوى، فات دق علي الباب فتحت له الباب الجاره قال لك طن طلع عايزك ولا عايز مكويتك انا بقى. بتعرف معظم أفكارنا نحن هيك مثل المكوية، قاعد أنت ليل نهار شغلة كتير بسيطة ما بدأ شي يطلع قله بس لجار بدي المكوية، وفجأة صارت قصة أنه أنت قاعد عم تسلي قصص براسك وهذه القصص براسك تحولت لأخبار وخبار 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 وخبار، يمكن مبنية على أحداث، يمكن مبنية على تصرفات، يمكن مبنية على قصص بحياتك. إنما بتعرف شو يا أحبة، إذا الرب علمك أنك تنسى وتغفر عليك انك تنسى وتغفر. شو الغرض؟ هل حقنا الله قال هيك؟ طيب بعدين ليك شو كمل قول؟ قال هيك، قال ولما قال فعلا الله، لا الله ما قال ما تاكلوا ما عرفت خير وشر. بالحقيقة الله عم بيقلكم هيك لانه خيفان انه بس تاكلوا منا رح تصيروا مثله تعرفوا الخير والشر. اسمعني احبة، قال هيك، قال وآدم حواء نظرت إلى الثمرة ورأت، قول معي ورأت، أنها جميلة المنظر. ولاحظ خلينا نقريها مع بعض لأنه فعلا مثير، بفرجيك شيء كتير مهم. ورأت، قول معي رأت، قلو حدك رأت، بعد مرة قول رأت. لاحظ قال وعندما شاهدت المرأة لأي ست من الصاحة ثلاثة من تكوين أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون ومصيرة للنظر قطفت من ثمرها وأكلت. قول معي شهية قول معي لذيذة للمأكل، شهية للعيون، مصيرة للنظر. ثلاث قصص. قول معي شهية للمأكل، للعيون، ومثيرة للنظر. بتعرف إبليس عم يشتغل على هيدول دايما. ما اسمعني، اسمعني أحب، اسمعني. أنت ملاحظ فارس بأنه الإيمان لا يأتي بالنظر، الإيمان يأتي بالسماع. ما تسمعوني، الذي يأتي بالنظر هو الغواية. نحن حتى تشوف العجيب واو بس تعرف ما بتآمن، لأن الذي يأتي بالإيمان هو السماع. الإيمان يأتي بالسماع، لا يأتي بالنظر، لا يأتي بأنك تشوف إشياء. مش لازم تشوف إشياء لتآمن، لازم تسمع إشياء لتآمن. ومشان هيك بشكل من الأشكال الله عم بيقول لك الشيء الوحيد اللي بيخليك تتغير هي أنك تقعد معه وتسمع صوته، مش انك تشوف اشياء بحياتك لتتغير. لانه لما بتشوف الاشياء ابليس عم يشتغل على كل الاشياء اللي تشوفها حتى لتدمر ايمانك مش حتى لتبني ايمانك. بده اياك تشوف مثل ما هو بيشوف، ومش هيك عم بيعمل لك كل الديكور حتى تشوف مثل ما هو بيشوف، وبيحط لك كل اللاعبين بالديكور حتى وبيظبط لك كل شيء حتى تصير تاخذ قرارات مبنيه على شو بتشوف مش مبنيه على شو عم تسمع من الرب.
وإذا أنت أصلاً ما بتقعد مع الرب كل قراراتك رح تكون مبنية على شو بتشوف. نجديد نرجع بقى تاني لقضيتنا. هو بعد ما فتح لك الباب وشتمك طيب إذا الله خلق آدم خلقه ليملك على الأرض صح؟ مش مظبوط؟ طيب إذن كل مرة أنا وأنت عم نسلك بالعصيان عم نسلم الملك على حياتنا لأبليس. رح أقول لك شيء بعد. إجا يسوع آدم الثاني. بعد حدا فهم شيء؟ حدا عم يفهم شيء علي؟ لأنه بدي أخذك بعد على الصراع الحقيقي. الصراع الحقيقي أنت على وين؟ والرب عشان أنا منتهرك يا أبليس شيل إيدك عن لبنان. الرب أبليس عم بيقول لك والرب عم بيقول لك لخيش تصلي شيل إيده عن لبنان، خيش شيل إيده عن حياتك قبل. خلي أول شيء أنت واقف سكر هالبواب اللي بقلبك هون جوا أصلا في مليون بعد ما أنت ما بتقعد أصلا معي ما بتسمع صوتي عايش بعصيان كل قراراتك مش مبنية على كلمتي ما بتعمل ولا شيء. الرب عشان سوريا حلب رغم بقول لك شيل لي حالها بلا عزانه بترك لي حالها. ما انت عايش بخوايه حبيبات قلبنا بحلب ما تزعلوا مني ما بقصد ضايق حدا من حلب بس تعرف نحن عم نصلي صلوات كبيره ونفتح معارك ابليس قاعد عم يضحك علينا عملنا كل السيتنج لنشوف مثل ما هو بشوف بس بالحقيقه اسمعني انت ما راح تقدر تشوف شو الله بشوف قبل ما تسمع شو هو بيقول لك. لأنه الإيمان لا يأتي بالنظر، الإيمان يأتي بالسماع والسماع 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 والسماع. تعرف لما انكتبت هذه الكلمة في الكتاب المقدس الإيمان يأتي بالسماع والسماع بكلمة الله، بالحقيقة كلمة ما في فاصلة هون، ما في فواصل. زادوا الكاتبين على الكتاب المقدس زادوا الفاصلة. بالحقيقة لما تطلع على المخطوطة الأصلية ما في فواصل. في الإيمان يأتي بالسماع والسماع 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 والسماع. ضلك تسمع 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 تسمع. ومشان هيك اليوم بدي أسألك شو اللي عم تسمعه وشو اللي عم تشوفه من هنيك عم بيجوا قرارات حياتك اللي عم فوتك على الحيط. تاخد قرارات بقصص كتيرة إلى دخلي بشو سمعت وشو شفت. سفر، شغل، بيت، حياة. نسمعوني أحبة. الله خلق آدم من جديد بعد 3 دقايق منروح لكاس الخبز. الله خلق آدم حتى يملك على الأرض. معي؟ طيب. إذن مشروع الله كتير كبير صح؟ يعني مشروع الله بيشمل كل احتياجات الناس صح؟ يعني الله لما خلق لك جسدك ما خلق لك جسدك وخلق معه البطاريات صح؟ قال لك انت ما بتعيش على البطاريات، انت بتعيش على الاكل والشرب. هذا الجسد بياكل وبيشرب، ومش بس هيك، قال خلق كل شيء من اجلنا لكي نتمتع، يعني الله حتى عم بفكر بانه يمتعك. مش بس انه يعني انت مش تمتع، تعال شو هالمتعه يعني كلك هيك متعه. متعة انك مزبوط شو بكم صح ولا انا الوحيد بتمتع ولا شو هذا مثلي بيتمتع كلكم بتكلوا ان عم ياكل مش عم يتمتع شو واحد بياكل بيتمتع هاي بدك متعة متعة شو واحد منكم بيروح بيشوف الغروب مش متعة مش شوف الاولاد شو متعة متعة صح. قال خلق كل شيء من اجلك يعني انت سبب الخليقة. ما اسمعوني ما اسمعوني. اذا ما في زوي ما في كل الاشياء اللي تبع زوي. لما صار في زوي عم بحكي عن بنتي صار في الاشياء الثانية هيدول كلها ياسون لانه في زوي. هيدول من اجل زوي لتتمتع. وبتعرف إذا الله خلق آدم بالحقيقة كل الأشياء الثانية خلقت من أجل متعة آدم
ومن أجل أن يملك آدم معه، ومن أجل أن يعيش معه إلى الأبد، ومن أجل أن يمتد الملكوت. لأن الصراع هو ليس أنك تدفع فواتيرك، الصراع هي أنه يمتد ملكوت الرب. وبليش شغلك بالفواتير، شغلك بالأقساط، شغلك بالمعيشة؟ ليش هيك صارت؟ طيب إجا يسوع، انتصر آدم الثاني، انتصر على إبليس، أخذ منه مفتاح الهاوية، مفتاح الموت. عم تسمعوني؟ ما عم تسمعوني؟ أخذ منه مفتاح الهاوية وأشهر به جهارا وبهدله، مش هيك؟ وأجا قال أنت فيما بعد ما عندك سلطان على الهاوية، أنت مش بتقرر شو بدك تعمل بنفوس البشر، هي بين إيدين الرب. أنت صرت مجرد من أي سلطة يا إبليس، السلطة اللي أعطاك إياها آدم أنا اليوم بسترجعها كآدم الثاني، وأنا اليوم جيرتها لكل واحد يولد من جديد. وفجأة اليوم أنت بصفتك آدم الثاني ولدت ولادة جديدة، ولدت مش على صورة آدم الأول، إنما ولدت على صورة آدم الثاني اللي هو يسوع المسيح، اللي انتصر على الأهواء وانتصر على الشهوات وتجرب بكل شيء مثلنا لكنه من دون خطيئة، وانتصر على إبليس وأعطاك سلطان اليوم. ليك شو قال؟ هلأ أنت كان في الله آدم الملائكة، وفجأة إجا إبليس سرق مكان آدم، صار في الله إبليس الملائكة آدم. وإجا الرب إجا قال لحظة 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 لحظة، اليوم أنا عم شيل آدم وحطه وأجلسنا معه في السماويات فوق كل رياسة وكل سلطان بقيامة يسوع. ولما عمل هيك يسوع، لما أجلسنا معه فوق كل سيادة وكل سلطان، بالحقيقة صار فينا نحن نطلع على إبليس ونقول له مش بينتهرك يا رب، أنا بنتهرك اليوم باسم يسوع. لكن اسمعني يا أحبة، النهار اللي أنا برجع أغوى، قرأت أنه لذيذ للمأكل، شهية للعيون، رأت أكلت، آدم ما رأى. لذيذ كيف الكتاب المقدس بيقول، قال إيش حوا رأت أنه هذه شهية للعيون، شهية للمأكل، لذيذ للمأكل، شهية للعيون، شهية للنظر، مش هيك؟ قال أكلت وأعطت آدم وأكل. آدم ما شارع يا حبيبي آدم، وأعطت رجلها. هي شو بتحط له قدامه بيأكل هالمعطة؟ تعرف في شيئين بهدول الكلمتين، في شيئين. الشيء الأولاني بأنه حواء قررت أنه نحن منقرر مش الله بيقرر، وآدم قرر بأنه مش أنا الرأس، وما فيني أقول شيء بقى. اتنيناتهم بفوتوا العالم بالحيط. آدم قرر أنه معلي، مع أنه أنا بحطك أنت رأس المرأة. أنت ناس كلها بتعرف صراع اليوم العالم كله. تعرف ليش في صراع اليوم بالعالم كله؟ صراع. تعرف ليش العيال عم تتدمر؟ تعرف ليش المجتمعات عم تتدمر؟ لأنه ما حدا قبلان بالترتيب اللي الله حطه في هذا العالم. مش قبلانين، ما بدنا. ضلك وعاد من هلأ لبكرة، ما بدي. إيه خليك فايت بالهيط لكن. لأنه الترتيبات الإلهية هي من أجل سعادة وخير البشر، ومن أجلك يا ترين أن تتمتع. خلينا نقول يا مترو، خلينا أحسن مترو، مترو ألز، مترو السريع، مترو أنفق. أنا وأنت يا أحبة إذ نفهم مع بعض سر الخليقة، رح نقدر نفهم مع بعض الصراع اللي عنا إياه مع الجسد، لأن الله راد الجمعة رح يحكي عنه، بس ما بقى عندي وقت لأنه بدي فوت على القصص الثانية، بس طولنا بهذه السلسلة. بس شاعر بقلبي بأنه الرب عم يعمل شيء في حياتنا. نهار اللي أنا برجع بملكه على حياتي، بكون عم بسلك بالروح،
عم بسلك بصفات آدم الثاني، اللي أنا بسمع صوته وعندي شركة معه وبسلك بحسب شو بيقودني، مش حسب شو بشوف ولا حسب شو بسمع. هذا بقول معي أمين اليوم. خلينا نوقف مع بعض. الفائدة كمان الرب، خلي ايدك مرفوعة يا أحبة، بلش انت ورافع ايديك، بلش قل له يا رب ساعدني، ساعدني يا رب اليوم اني افهم مقاصدك. قبل ما اروح معكم لكسر الخبز بديك هلا تحط ايدك على قلبك تقول له يا رب من جديد اعطيني قلب يشعر بقلبك لك، قلبي عليل، قلبي سقيم بسبب الظروف، بسبب الاشياء اللي بشوفها، بسبب الضغوطات بتعرض لها، بسبب المشاكل بعيشها، بسبب الناس، يمكن بسبب الاحداث، بسبب الاهواء والشهوات. يمكن انت حاسه بالوحده اختي، يمكن انت شاعر بالقلق خيي، يمكن شاعر بقصص بسبب اذا بتطلع شو اللي صار، تطلع بحياتك ليه انت قررت انه هاي منيحه لالي، انت قررت انه هاي منيحه لالك، انت قررت هيك وشفت القصص اللي عملتها بالحقيقه وصلتك الى ابواب مسدوده، وصلتك الى الموت. بيقول لك كتاب مقدس هيك، تاكل من معرفه الخير والشر موتا تموت، جسدك مش معمول انه يموت، نفسك مش معموله انه تكون محبطه مكتئبه. قال ان الفرح بخلي الجسد يرجع يعيش. ليك شو قال كتاب مقدس؟ قال يجدد كالنسر شبابك، يروع عظامك فتصبح كجنة مروية. اليوم هيك اليوم قال يا رب املأني من جديد بفرحك، مش فرح الاشياء، فرحك إلك سيدي. هاللويا. انت ورفع يدي امام الرب قال له سيدي اريد انه اتغير لاشبه يسوع، بعد بدي كتير يا رب لاشبه يسوع بالحنان باللطف بالغفران بالوداعة بالعلاقة مع الآب بالفرح. قال انسكبت عليه مسحة الفرح. ارفع يديك يا رب، أرجوك سيدي اليوم أريد أن أحب الإثم، أحب البر وأبغض الإثم، لأجل ذلك تسكب على حياتي زيت الفرح، مسحة الفرح، مسحة الفرح. فرح مش جاي من اي شيء. بلش علون هيك كل واحد ارفع ايديك قال له يا رب اشكرك لاني املك معك في هذه الحياة، وذلك اليوم بشكرك لانه كل احتياجاتي مسددة. علون هيك، علون بالايمان كل واحد، علون بانه لن يكون هناك حاجة لمتقيك يا رب، كل احتياجاتي مسددة. انت مثل ما تطعم الطيور، انت مثل ما تشبع الجياع، مثل ما تفتح يدك فتشبع كل شخص حي يا رب، انت اليوم تشبع حياتي كل فواتيري مسكرة. انت بتعرف يا رب كل الاحتياجات اللي عندي اياها، انت بتعرف كل الفواتير اللي عندي اياها، انت بتعرف يا رب كل القصص اللي بقطع فيها في هذه الحياة. وذلك يا رب اليوم كآدم املك في هذا العالم، املك في هذا العالم، املك في هذا العالم. ارفع يديك يا رب اشكرك لانه كآدم اليوم الثاني املك في هذا العالم، املك املك املك، نعم نعم، ليأتي ملكوتك يا رب في حياتي. فايدك يا حبا صلي معي اذا انت مصدق بالشي اللي عملك اياه، لانه نهار اللي انت بتبلش تعمل السويتش، نهار اللي انت بتبلش تغير بحياتك، رح تبلش تشوف التغيير عمليا عم بصير حتى على الارض، بحياتك المادية، بحياتك النفسية، بحياتك بين الناس. فرحك رح بزيد، برك رح بزيد، نهار اللي بتبلش تعيش بالسماع لكلمة الله، نهار البلش تعيش بعلاقة وشركة معه مثل ما أنت، مثل ما خلقت أصلا لتكون. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، شكر الرب معي أحبه، هاليلويا.